للمزيد معنا من اسطنبول السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. مصادر صحفية كشفت عن تعهدات قدمها زعماء ميليشيا الحشد لعبد المهدي بإبعاد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني، إلى أي مدى ترى أن ذلك ممكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. العراق في قلب الصراع الأمريكي الإيراني إذا ما حصل فعلا. العراق في المنظور الإيراني هو الخندق الأمامي المتقدم في ساحة المواجهة مع العراق ومع الولايات المتحدة، وهو الميدان الأقرب لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة إذا ما قامت إدارة ترامب بشن هجوم على النظام الولي الفقيه في إيران. وبالتالي فالعراق كما قلنا في قلب هذا الصراع وفي قلب هذه الأزمة التي تسعى هذه الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق إلى زجه فيها. هناك أحاديث، يعني هناك تهديدات من قبل زعماء الميليشيات والكتل السياسية للاحتلال الأمريكي ورفض وجود الاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية في العراق، ما مدى يعني واقعية هذه التهديدات؟ هذه الميليشيات أوجدها الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، فهي لم تكن قادرة على يعني الوجود في العراق لولا هذا الاحتلال. هو الاحتلال من سمح لها بالتواجد في أرض العراق، ومن أنشأها ومولها ودعمها تحديد ضد المقاومة الوطنية العراقية. الولايات الجانب الإيراني أعلن عبر ميليشياته لسنوات طويلة أنه كان يواجه الولايات المتحدة في العراق، يزعم أنه قدم الدعم لبعض هذه الميليشيات المسلحة للقتال ضد الأمريكان، لكن الوقائع طبعا على الأرض يعرفها العراقيون جيدا. ولكن حتى وزير خارجية نظام إيران اعترف في الآونة الأخيرة أنه لم يكن للجانب الإيراني أي دور في مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق. هذه الميليشيات مصممة لقتل العراقيين. طيب، لإحداث الفتنة الطائفية بينهم. أستاذ مصطفى، وهي إلى أي مدى نعم، يعني وهي قادرة على استمرار هذا الدور، وأي دور تلعب تقوم به إنما يكون بإعاز من الفلك من الجانب الإيراني، لأنهم يدورون في هذا الفلك الإرهابي الإجرامي في العراق. نعم، إلى أي مدى ترى أن الحكومة قادرة على الموازنة، موازنة علاقتها ما بين واشنطن وطهران والنأي بالعراق عن الصراع المحتدم بينهما؟ الجميع يعرف بما في ذلك الطرفين الأمريكي والإيراني، وبما في ذلك الحكومات التي شكلت في العراق، أن جميع هذه الحكومات أو السلطات الغير شرعية إنما شكلت في العراق برضا أمريكي إيراني، وربما باتفاق تام أمريكي إيراني وتقاسم النفوذ لإحداث أو لاستمرار إحداث المخطط الإجرام والإرهاب وتدمير الشعب العراقي. لا توجد أي حكومة يشكلها الاحتلال قادرة على التمرد عليه، وبالتالي هناك دائما يعني مديات لقدرة هذه أو السلطات ولمناورتها في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. هذه السلطة التي تتحكم الآن في العراق هي ضمن هذا الإطار وضمن هذه النظرة. كما قلنا، هؤلاء لا يمكن أن يخرجوا عن الفلك الإيراني ولا عن الفلك الأمريكي. نعم. لأن الإدارة أو الإرادة الأمريكية الإيرانية التي غزت العراق واحتلته هي من يسمح بوجودهم ومن يمدهم بأسباب الحياة لقتل العراقيين. نعم. وتدمير العراق. نعم، سيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا لك، كنت معنا من اسطنبول.